لازم أعرف. طب مع رقم كبير على واحد تاني كبير وكده هيبقى موجب برضه كبير، يعني انا هنا
لكن الناقص دي هو مين اللي هيحل فيهم؟ معرفش. عشان كده دي كميه ايه؟ مش محدده عندي. احددها ازاي؟ بعمل حاجه من اتنين، يا اما المساله بتكون تسمح بتوحيد مقام، توحيد مقام يعني احاول اجيب ان دي مقام باين مش هالفها، هو باين فيها، ودي كمان ليها مقام او احده، يبقى انا جبت بس المقام ولا لا؟ او ان انا اضرب في المرافق لو مثلا زي جذر اكس زائد واحد ناقص جذر اكس، لو اكس راح المال النهايه يبقى ده كده، يبقى ده نهايه، يبقى كده مش هعرف احلها كده. اعمل ايه؟ لو ضربت في الكونجنت بتاع ده جبت تحت كميه هي عباره عن الزائد اللي معروفه بمعنى النهايه ولا لا؟ وفوق لازم الناقص بالزائد الثانيه اللي معاك. يبقى يا اما في الحاله اللي هتطلع لي دي حسب شكل المساله، يا اما اضرب في المرافق يا وحد المقام. عشان تعمل ايه؟ عشان تطلع على كوبايه ايه؟ طيب زيرو في المعنى النهايه، اولا هي زيرو. جيت بحل ليميت الدوري في الامتحان وطلع المقاس الضرب ده اللي فيه واحده تدي زيرو وواحده تدي ما لا نهايه. اعمل ايه عشان ترجع وتجيب؟ لو وصلنا لها باي صوره من الصور، الصفر ده لو خدته تحت يبقى اسمه واحد على زيرو في المقام. مين الواحد على زيرو ده؟ انفينيتي. انت جبت صوره مين؟ ما لا نهايه على ما لا نهايه اللي هي اوكي. طب لو مسكت ما لا نهايه دي هي اللي انا نزلتها، يبقى واحد على الفريق اسمها ايه؟ زيرو. يبقى زيرو على زيرو اوكي ولا لا؟ يبقى ايه اللي اعمله لو جالي حاجه من الاثنين دول؟ هننزل داله مقام المقام. ايا كانت الداله اللي فيهم هنعرف نختارها ازاي. خلاص؟ يبقى في واحده منهم هتنزل مقام المقام. يديني انهي صوره؟ يرجعني تاني على صوره الاثنين واستخدم الحاله بتاعته دي. اخر صوره هي اطوالهم في الحل، لكنها سهله مش بعيدة علينا. لو عندي زيرو بس انفينيتي وما لا نهايه بس زيرو، او زيرو بس زيرو، او واحد بس ما لا نهايه، هو الواحد بس ما لا نهايه ده مش كان واحد؟ لا ده اللي ما كانش واحد. لما قلنا ايه؟ ان ال1 ده ما كانش اصل 1 والتاني الجامد بتاع الاي بس جي، فتجيله بتاع الترم الاول تمام. اهو زي بالظبط لو جه هنا يبقى برضه ما اقدرش، ممكن استخدم كوبيتين. ما رجعش بقى ادور هي واحد زائد اف. طب الاف هي مين؟ طب هو انا اجمع واحد واطرحه ولا في مطابقه تديني الواحد؟ القصه دي كلها انساها. مع اوبيدال هنحل المشكله دي ولا في مسألة تفاضل ولا في مسألة ليميت. يبقى اخد الليميت
الحضره. ليه ساين اكس على اكس واكس بلس 0 ايكوال دلوقتي ليه؟ حفظناها كده مش حافظاها. نعمل ايه؟ تعويض المباشر ساين صفر بصفر والاكس بصفر بصفر 0 على 0 الحقيقه ما عادش بتجي على وده بتقول لي ايه؟ ان نفس الليمت ده هو الليمت بتاع اكس بلس 0 مشتقه اللي فوق لوحده على مشتقه اللي تحت لوحده. مين تفاضل الساين؟ ومين تفاضل الاس؟ ومين كوزاين الصفر؟ يبقى حافظ النظريه مش حافظ النظريه وزيها كان مين؟ كان تان اكس على اكس. حافظ ان الواحد حطها مفيش مشكله. مش حافظ ان الواحد فاضل التام بزيك ترجيع وفاضل الاكس ب 1 تديه برضه 6 سكوير ب 1. خلاص؟ يبقى اي حاله هعرف اطبق ايه؟ اثنين اتبهدلنا ليمتس الثانويه العامه مع كسرات الحدود 3 اكس سكوير بلس 4 اكس ناقص 5 على 5 اكس ترجيع ناقص 7 اكس زائد 10 واكس بلس 4 في اكس. وقسمنا الثلاث اقسام ولو اللي فوق قد اللي تحت يبقى المعامل اكبر اس على المعامل اكبر اس ولو اللي فوق اقل من اللي تحت يديني زيرو ولو اللي فوق اكبر من اللي تحت يديني ما لا نهايه. مش حافظ بس عارفه اقول ايه اخدت الكتاب خلاص. اعمل ايه؟ بالتعويض المباشر هيديني ما لا نهايه سكوير. تفتكر انت كده مين الاكبر؟ ما لا نهايه سكوير ولا ما لا نهايه ولا الخمسه اللي بالسالب؟ اه يبقى في الاخر هيديني ما لا نهايه هي اللي تغلب وتحت السكوير تغلب الماينس دي برضه تبقى ما لا نهايه او مثال تتحقق فيها. هتعمل ايه؟ تاخد اللي فوق لوحده صفر واللي تحت لوحده صفر بس الليمت ما خلصش لازم اكتب ليمت تاني. لو ليمت اكس بس مين مشتقه الدرجه الثانيه؟ تنقص درجة تبقى ال 10 اكس زائد ال 4. طب مين مشتقة كمان حول اللي تحت دي هتبقى 10 اكس ناقص ال 7 تفاضل اللي فوق اهو تفاضل اللي تحت اهو. الليمت ده لازم اعمله تعويض مباشر. اعمل تاني ما لا نهايه عن ما لا نهايه هيديني وبالتالي يبقى هعمل ايه تاني؟ مين تفاضل اللي فوق؟ 6 ومين تفاضل اللي تحت؟ 10. طب والستة على 10 دي اللي هي كام؟ 3 على 5. يبقى وبالتالي مرة ثانية اه طبعا ده لا لو عارف قاعدة محافظة طبعا خلاص. انا بطمن الناس السوريين مش ناس سوريين لسه جايين الناس دي ممكن ما تكونش خدت الكلام ده خالص. كان من الاول في ناس ما كانتش عايشة معانا اصلا بدأنا من النهارده. فانت اوريتال تخيل مش كلمة أي خلاص؟ طب بعد ما وصلنا للحلقة دي عشان أي مسألة تبقى 0 على 0 أو أنا نهاية أو أنا نهاية ممكن الاستثناء عامل الكلام ده يستاهل جدا. مين مشتقة الشاي
اللي جواها سلبيه. يمين المشتقه اللي جواها ثلاثه على اربعه. اعمل ايه بعد كده؟ اعوض تاني على الاس دي يبقى دي صفر هتدي 1. طب يبقى مين الليمت كلها؟ ثلاثه على اربعه. حطيت الاكس زيرو هنا فضلت الشاين ماينس 1 واحد على جنب واحد اللي جواه اثنين مش ناقص اللي جواه الشاين ماينس 1. مين طب فاضل الاربعه اكس؟ اربعه. حط الاكس زيرو تاني في الليمت يبقى واحد زائد زيرو ب 1 تحت الجذب 1 واحد في ثلاثه يبقى ثلاثه على اربعه يعني اربعه ليمت ثلاثه اس اكس ماينس 1 على اكس. من تعويض الكواشر 3 اس 0 بكام؟ 1 ناقص 1 0 وتحت 0 يبقى لو بدات تطلع من Thank you.
بقى فكك بقى من الحاجات دي. هو ليميت اكس ليميت اكس بكام؟ ليميت اكس ليميت زيرو طبعا زيرو.
بيزيد زيرو اعمل ايه؟ اقول ان الليمت والليمت ما هو اخوات ما بيتخانقوش. يعني دي جبت الاول، انا جيت اول مش مهم، اللي اثر فينا الاول ده مش هيفعل. لو انا اثرت في الليمت الاول على الواي بقت اسمها الليمت وليمت الواي بتساوي صفر. لو قلت لك اي اس اي اس اكس بتساوي 3 يبقى الاكس بكام؟ ليه؟ عشان انت اثرت عليها الحاجه اللي ادت التاثير الاي صح؟ طب لو قلت لك ان الليم اكس ب 3 يبقى الاكس بكام؟ عايز تدخل داله عكسيه للليم تلغي تاثيرها. اتفقنا انها اي اس بكام؟ هي دي اس ب 3. يبقى دي شالت دي اداني اكس دي اس ب 3. يبقى لو كان عندي ليم اي حاجه اشيل الليم ازاي؟ دي اس الطرفين، الطرف ده هيبقى اسمه ليم الواي لوحده والطرف ده هيبقى اسمه اي اس دي. يبقى بعد ما بحسب الليم اللي انا عايزاه طالما حسبت ليم يبقى لازم في الاخر ارفعه اس اي. ده بيجي في الامتحان، انا بقول لك الحاجات اللي بشوفها في تفاصيل الورق دايما تيجي تعمل المسألة وما تنسى انت بتعمل ايه. انا اديت المثال ده ان الحته دي محلوله دي من المثال اللي قبليه عشان ما تنطش في تفاصيل في النص فننسى. ففي الاخر هنا اقول ان ليمت الواي كام؟ في اي بص الزيرو اللي هو واحد يبقى الليمت اللي هو عايزه ده واحد. خلاص؟ هتحل بقى داله اسيه كامله مش كلها كده؟ انا فاهم وانت لو ركزت هتفهم. اول حاجه اعملها ايه في الليمت؟ عادي التعويض مباشر يبقى 6-0-1. هي القاعده كده ان 2 و 1 عشان كده عشان انت عارف حتى الليمت مش هتعرف تلمسها انما الليمت اما ترفع يعني بس هي اس اي هتجمع واحد وتضربه وتقول لي يبقى السيك اكس ناقص واحد هي اكس والجي هي واحد على اكس سكوير وده اللي هتروح للزيرو وده اللي هتروح لبقى 100 واضربه في بعض واجيب الجي عشان كده اطلع لي اكس في اي اس جي صح؟ اسهل بقى من ان انا اقعد افكر في الدوائر واضرب واسهل. هقول ايه؟ ان دي واحد بس انا هي اس تاني وعشان احقق قدام هفرض ان واي زي ما عملت هنا بالظبط الف واي هي السيك اس واحد على اكس سكوير. هخلص من الاس بالليمت وبعدين احسب الليمت عشان اخلص من الليمت بالاي. يبقى اول حاجه لين واي هي واحد على اكس سكوير من سيك اكس. السيك بتاع 0-1 والليمت 1-0. الاكس ب0 هاخد الليمت طبعا وحط بقى كلمة كلمة لو رجعت ليمت الليم بتساوي ليمت الليم على اكس سكوير واكس كبسته كام؟ زيرو. يبقى الليمت ده بكام تعويض مباشر؟ 6-0-1 الليم يبقى زيرو وست واكس زيرو يبقى زيرو. وبالتالي ولا لا؟ احلق قدام افاضل الداله اللي فوق لوحدها وافاضل اللي تحت لوحدها عشان احسب الليمت. مين تفاضل الليمت 6؟ مين تفاضل الليمت 6؟ لو واحد على ما بدأش الليمت دي مش تحته 6 تاني. طب الاكس سكوير مين تفاضلها لوحده؟ دي اختصارات. طب انا اكمل؟ سيك مع سيك. اذا كنت من اللي حافظ النظريه وحل عليها كتير وعارف ان التان اكس على اكس ب1 لما اكس تنسه زيرو يبقى الليمت ده كله بنص. واذا كنت مش فاكرها او ما خدتهاش فاضل تاني زيرو على زيرو هتديك 6 تربيع على 2 اللي هتدي نص بس. خلاص اكس سكوير ب1 يبقى على 2. يبقى الكلام ده كله هو ليمت مين؟ الواي؟ لا ده ليمت مين؟ ليه واي؟ طب ما ليمت الواي بكام؟ صح. فايه اس عشان التاثير
القصر دي بنسميها جذر. خلاص ده جذر. المحور هيسيب لي ايه؟
مختلف. بصوا في حاجات كده بتتعلق بالناس وعيد الميلاد كده، بقول بتلاقي كده حاجات مريشة حلوة قوي لافتها فيها شكل صح؟ حلوة قوي. الشكل ده هو بيدور في مادة ولا مفيش مادة؟ في مادة. الورق كل ده بتلاقيه معايا، يبقى معنى كده ان دوران ده هيديني اسطوانة مجسمة. مجسمة دي يعني جواها مادة في كتلة كده ليها خلاص بتشكل حيز من الغراب ده الحاجة. ايه؟ يبقى معناه ايه فولي؟ معناه ايه؟ فولي. هو ده اللي انا هحسبه النهارده. يبقى ثالث تطبيق هو دوران المساحه اللي انا ادتهالك في الترم الاول خلاص؟ وهجيب فيها حبوب دورانيه. طب ايه التطبيق اللي هناخده ان شاء الله المحاضره اللي جايه؟ لو فاكرين عمر وبتوع الفاروق يسالونا في المحاضره. هتبقى اطفال المحاميات. ايه اطفال المحاميات دي؟ Yeah.
الدايره دي واتفاقها الان. طب قولي القاعده دي دايره نص قدرها كام؟ يبقى حجم دي هو واي فاي سكوير فيتش. ودي مايه الار يعني دي تبقى كام تربيع؟ 9. فالاتش بكام؟ يبقى دي بكام؟ 9 ار. طيب الفوليوم دي بقى مساحه القاعده باي ار سكوير اتش. مين الار بتاع دي؟ واحد يعني الار سكوير كام؟ والاتش بكام؟ يبقى الفوليوم بكام؟ ده قد ده؟ متأكد؟ الاريا الترم اللي فات قلت لك ايه؟ قلت لك الورقه دي لو انا مسكتها كده مساحتها الطول في العرض. لو مسكتها كده برضه الطول في العرض. الاريا في اي وضع ثابت نفس الاريا واحده. الفوليوم لا. الفوليوم لو اتغير لا نفس المساحه 3 في 1. لكن دوران وحوالين محور اختلاف الشكل او اختلاف المحور يغير الفوليوم. عشان دي كان عامله لخبطه في بالك شويه. ازاي الفوليوم لما اغير محور الدوران يغير الفوليوم؟ عادي لان المجسم اللي جه مختلف. ده قدام الاسطوانه، الاسطوانه نص قطرها 3 بارتفاعها 1 غير الاسطوانه اللي نص قطرها 1 بارتفاعها 3. انت اثبتها معايا اهو. الدوران نفسه لو دورت الورقه دي كده هل الاسطوانه اللي جايه زي الدوران كده؟ لا. خلاص متفقين على دي. احسب الفوليوم ازاي؟ لو عندك اي شكل اي شكل اهو مش منتظم عايز احسب الفوليوم لازم حاجتين. عشان تحسب الفوليوم مني انا مطلوب حاجتين ومنك انت مطلوب ثلاث حاجات. ايه الحاجتين اللي انا هديهم لك؟ طبعا انت اللي هتكسب مش انا، دورينا تكسب.
وبعد زيد مفيش موضع. لا اوعى تحرك المحور اللي انا مديهولك، انا مديلك مساحه ومحور واوعى تحرك حاجه فيه. خلاص؟ وانا عايزه الدوران بالشكل ده. خلاص؟ يعني حوالين المحور ده اهو. طب لو كان المحور واي هعمل ازاي؟ اقل واي في النص ده او اعلى واي في النص. يبقى رقم واحد ان انا بقى في على المحور. ليه دايما بتبقى وقت راسي؟ عشان انا محوري دايما هيبقى وقت راسي. يبقى العكس. تمام؟ يا راسي اه. تاني حاجة حضرتك الشريحة عمودية من أبعد مكان على محور الدوران. إيه شريحة عمودية على محور الدوران؟ افترض إن المحور بتاعي محور إكس. أفضل شريحة منين؟ من أي مكان في وضع عادي. لازم الشريحة دي تكون في وضع عادي. يعني لو افترضت ده الكيرف بتاعي ابعد مكان اهو. طب الارتفاع ده كله احسبه ازاي؟ ازاي بحسب طول راسي؟ لا واي اللي فوق ناقص واي اللي تحت. عشان انت محور اكس فواي اللي تحت زي. بس انا مش عايزاك تنسى القانون الاصلي. واي اللي فوق يبقى واي الكيرف ناقص واي اللي تحت اللي هو ده. يبقى الطول ده كله عرفته. تمام؟ طب هل لو اتحرك هنا هيفرق؟ لا برضه هيبقى واي كيرف ناقص زيرو. طب لو اتحرك هنا؟ برضه نفس الكلام. طب لو كانت المنطقه مختلفه بالشكل ده؟ وده المحور برضه. واقف اقل وابعد اكس. فين ايوه ده بالظبط. لازم يا جماعه نتفق على الاول لازم مساحه. ان لو خدت الشريحه في وضع عين بس من اول نقطه لاخر نقطه لقيت الطول اتغير لازم افصل نفسي في النص واعمل الفوليوم على نقطتين. يبقى الجزء الاولاني طول والجزء الثاني طول تاني. قبل ما احط طول الشريحه بالظبط. اه بالظبط العكس. يعني لو محور بتاع مخي شريحتك هتبقى راسيه. خلاص؟ لو العكس راسي يبقى شريحه مختلفه. تمام كده؟ لا الحته دي اسمها واي كيرف صح؟ والحته دي اسمها واي زيرو. يبقى لو حركت يمين شويه انت لسه سنين عند نفس الكيرف. طب لو حركت شمال شويه عند نفس معدل المنحنى اللي انا مديهولي. طب لو حركت هنا خرجت من الكيرف. دي اتغيرت يعني. بعد ما اصحابنا الشريحه العموديه على محور الدوران دايما زي ما قلنا امبارح كده علمونا في الكمبيوتر في البروجرامينج ان لما تحب تعمل شغلانه معينه ابتديها على ستيب واحده وبعد كده اعمل الفور لوب عليها. لو اتنفذت صح يبقى ممكن المشكله تبقى في الفور لوب بتاعتك مش في الحاجه دي. تمام؟ يعني قصدي ايه؟ قصدي ان انا لما جيت احسب الاريا حسبت المستطيل واحد وجمعته يعني كمان. طب لما احب احسب الفوليوم اعمل ايه؟ ادور الشريحه الواحده دي حوالين محور الدوران. يرسم لي ايه؟ هيرسم لي اسطوانه مساحه صغير قوي قوي. ممكن تكون انتوا بتسموها في الفيزياء اسم قرص. اللي بيكون المساحه صغير ده بيبقى زي القرص كده. يبقى الحجم الفوليوم بتاع القرص هو نفسه قانون حجم الفوليوم بتاع الاسطوانه. مين اللي هيفرق معايا؟ ارتفاعه ونص قطر. مين نص القطر ده؟ مين نص القطر اللي هيحفر؟ الارتفاع اللي هو مين؟ اللي اسمه طول الشريحه، معرفش بقى يطلع صح؟ طب ومين الارتفاع بتاع الاسطوانه؟ اذا مين الفوليوم اللي جاي؟ هو باي في طول الشريحه تربيع في عرض الشريحه لانه كان اصله باي في ار سكوير في اتش. ده قانون الفوليوم. دورت حوالين محور افقي، حوالين محور راسي، انا ما كتبتش اكس وواي. انا كتبت طول شريحه وعرضها. يبقى لو كانت نفس الكلام ده على هنا كده الشريحه دي تكون فخيه. يبقى لو دورت يديني اسطوانه بالشكل ده نص قطرها هيحسب مين؟ هو طول الشريحه برضه وعرضها اسمه ايه؟ عرض الشريحه دي الصغير هنا هيبقى اسمه دي واي. امال هنا كان اسمه ايه؟ اكس. يبقى حسب المحور متفق معايا العرض ده اسميه ايه والطول اسميه ايه؟ يبقى حاجه بتجيب يا اما الشريحه
حاجه من اثنين بقى، الحاجه العامه اللي كتير قوي قوي في الكتاب انك تلاقي دي الكيرف ده تحطه بدلاله الديوار، الاكس دي بدلاله الديوار او الواي دي بدلاله الاكس. مساله واحده في التمرين هيحصل العكس، ان انا مش عارفه دي الاكس دي كام، طب اعمل ايه؟ اقوم واخده المعادله بتاعتي واجيب منها يمين دي واي. يعني لو اكس 90 مثلا زائد اكس هي دي واي. انا مش عارفه اطلع اكس عشان اطلع منها اكس سكوير، صح؟ اجيب الدي واي بدلاله الدي اكس اسهل. يبقى الدي واي بكام؟ لو دي الدي واي خلاص يبقى كل ده بقت في مين هنا؟ الغلط بقى، صح؟ حلول التكامل كانت مربوطه بالواي، دلوقتي مربوطه بمين؟ ارجع للمنطقه بتاعتك شوف لما واي كانت بتساوي واي مارك اكس كانت كام؟ واكس بتبقى كام عند الواي؟ خلاص دي مساله وحيده في التمرين بتاعنا غير كده ما بنقدرش نخلص عليها، ده تاني. الغلاسه مش في كده، الغلاسه مش في التحليل. الغلاسه بقى في الامتحان ان انا ممكن البلد اللي جوه دي اجيبها لك ساين او كوساين مثلا. هي دي صعبة؟ طب لعبت في الساين والكوساين ممكن تنزل على الدرس. احنا عايزين نعمل حل. هو مهم على الدرس. حسب ما قلت لك